أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف العاشر. هذا هو الأسبوع الخامس. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال الأسبوع الخامس. كونوا معي. بداية، وكما يظهر أمامكم على الشاشة، سنقوم بدراسة ومناقشة مادة نظرية تحليل النص الشعري. في نهاية هذا الدرس سنحلل مقطعاً شعرياً نظهر فيه مواضع التي تأثرنا فيها بالنص والفكرة الرئيسية، ثم نعرض هذا على الصف، وبالفعل هذا سيكون هو المشروع. سأعطيكم التفاصيل في الأيام اللاحقة. عزيزي الطالب، أبدأ بالكتابة عما تثيره المقطوعة الشعرية في نفسي. نحن أمام قصيدة طويلة، أبيات، عليك أن تدون المقاطع التي أثرت في نفسك. أيضاً عليك أن تدون الفكرة الرئيسة للمقطوعة الشعرية والأفكار الفرعية لها. تبحث عن صورة مناسبة توحي بالمعنى الشعري مغزى القصيدة. تستطيع عزيزي الطالب أن تنشر ما كتبت على إحدى صفحات الشاعر أو غيرها من الصفحات الأدبية، ولكن بعد أن نعرضها سوية نصوب الأخطاء وتأخذ الملاحظات إذا استدعى الأمر ذلك. عناصر تحليل الأبيات الشعرية ومعايير تقويم الكتابة: المضمون، المحتوى، أحلل شعرا. عليك عزيزي الطالب عندما تريد أن تبني المحتوى تتذكر عنوان القصيدة، بوابات العمل نقول عنها وعتباتها، ذكر الديوان الشعري الذي أخذ منه النص، ترابط الأفكار وتنظيمها، فهم المغزى من النص كاملاً، التصوير الفني وأثره. نحن نفعل ذلك كثيراً في الحصة، ولكن هنا الاعتماد في هذا المحتوى عليك أنت. عليك أن تراعي سلامة الإملاء وسلامة أيضاً استخدام اللغة من الناحية النحوية والإملائية. كيف نقيم الشعر؟ هنا عزيزي الطالب لابد أن تتبع الانسجام بين عناصر القصيدة: الفكرة، اللغة، الأسلوب، التصوير الفني، العاطفة، وبالطبع ستدلل على ذلك من الأبيات، وأيضاً تبين رأيك الجوانب التي أعجبتك في النص وتأثرت بها. عليك استخدام علامات الترقيم واستخدام أدوات الربط. هذا هو التقييم الذاتي، وعادة أنا أحب أن تعرف كيف سيقيم عملك لتستطيع أن تصوب أخطائك قبل أن تعطيني عملك. أحلل المقطع الشعري ملتزماً معايير التحليل التي قلتها لك، أراعي معايير الكتابة الصحيحة والإملاء السليم، أستخدم علامات الترقيم، أوظف أدوات الربط بين الجمل. بعد ذلك سننتقل إلى الأسلوب الإنشائي الطلبي، وبالطبع لن ننتقل له مرة واحدة. كنا ندرس بشكل عام أسلوب الإنشائي، ونعرف أنه المدح، الذم، القسم، التعجب، أمر، نهي، تمني، استفهام، نداء، ولكن هنا سنميز بين الإنشاء الطلبي والإنشاء الغير طلبي. كما تلاحظ هنا في هذه الصورة، الإنشاء غير طلبي هو مدح، ذم، قسم، تعجب، أما الطلبي فهو الأمر، النهي، التمني، الاستفهام، النداء. الإنشاء الطلبي ما يستدعى مطلوبا غير حاصل وقت الطلب،
مثل التمني، النداء، الاستفهام، النهي، الأمر. أي أننا نطلب أمراً ما، سنعرف التفاصيل أكثر. هنا عزيزي الطالب، علينا أن نميز الأسلوب الخبري من الإنشائي فيما تحته خط، وهنا نميز الأسلوب الإنشائي الطلبي فيما تحته خط. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا بني ازحم العلماء بركبتيك ولا تجالس السفيه. أيضا سنعبر بجملة إنشائية عن فكرة، عن هذه الأفكار التي تظهر أمامك. وبالطبع نقيم تعليمنا، نميز بين الأسلوب الإنشائي الطلبي وغير الطلبي في جمل ونصوص مختلفة، نميز بين الأسلوبين الخبري والإنشائي، نوظف الأسلوبين الخبري والإنشائي في كتابتنا وتحدثنا. هذا هو عرض سريع لما سنقوم بدراسته وتناوله خلال الأسبوع الخامس. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.